حنا دايرين هذه الوقفه احتجاجيه على المدرسه ديال الجبر بمدينه فاس. كنحتجوا على المديره ديال المدرسه اللي طلباتنا بالاداء 100% وما بغاتش تنقص لنا وما بغاتش تفاوض مع الاباء. طلباتنا بالاداء ديال جميع الاشهر ابتداء من مارس الاداء 100% حتى ليونيو، وحنا ما يمكنناش ناديو 100% حاليا بزاف على الاباء، وما يمكنش نعطيو شي، حنا ماشي على الفلوس ولكن ما يمكنناش ناديو شي اداء بلا خدمه مقابل ديالو، ما كاينش مقابل ديال هذا الاداء اللي غناديو 100%. كاينه وقفه احتجاجيه ضد مدرسه الجبر، هذه مدرسه الجبر اللي تعالت علينا وما فتحتش نقاش في الوهله الاولى، وانها ما حاولتش انها تتضامن، يعني هاد القضيه التضامن وطني، كل شيء تضامن، كل شيء تنازل شويه، هي ابت الا ان تكون في 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 الراي ديالها. واحد الحاجه اللي تضربها هو راس المال الحقيقي، هو الثقه ديال الاباء والاولياء التلاميذ، تضرب هذا هو راس المال ديالها. ربما تتشوف الربح سريع ولكن ما تتشوفش الربح على المدى البعيد. جينا اليوم باش نعبروا على الاحتجاج ديالنا وواحد الرساله سلميه بانه بان مؤسسه الجبر ما عندها لا تواصل، لا بغات لا تتواصل معنا، بغينا هذا جينا ندوا بهذه التصرفات وبغينا نوصلوا للراي العام هذه المشاكل اللي واقعه بين المؤسسه وبين اولياء التلاميذ. المؤسسه يعني في هذه الجائحه كلنا ضرينا، وكاع المؤسسات كلها كانت كتبرهن على واحد النوع من المواطنه وحست بالاباء والاولياء ودارت واحد النوع من التفخير، دار دي جيست. المؤسسه ديال الجبر رفضت انها دير هذا لو جيست بحجه انها قالت لك ما كتربح حتى شي حاجه. حنا ما كنهضروش على الفلوس بالدرجه الاولى بقدر ما كنتكلموا على التعامل، بقدر ما كنتكلموا على ان المؤسسه خصها تعتبرنا كشريك فعال معها، وكنتكلموا كذلك على انه بما انها كتعتبر راسها مقاوله ومقاوله كنعرفوها ربحيه، فكتعطينا واحد المنتوج بواحد الجوده وبواحد المعايير الجوده، كنعطيك واحد الثمن، نقصات الجوده كينقص الثمن، مؤسسه الجبر في ظل جائحه كورونا يعني الجوده نقصت بواحد الشكل كبير جدا، حنا كنا كنعانيو مع ولادنا في البيوت، كنقريو ولادنا كنسهروا معاهم وما بغاش دير انجد، ما بغاش تنقص، ما زالت تصر على انها تعطينا منتوج بجوده قليله او ضعيفه جدا ونخلصوها الثمن كامل، وهذا غير معقول. صاحب الجلاله نصره الله كان هو القائد اللي قدم التبرعات لهذه الجائحة، وانتم كمؤسسة وفي ظرف كهذا تتباغين تسفو دماء هاد الآباء. حشومة وعار، راه هاد شعار، فين باغيين نوصلوا في هاد الشيء؟ وهذا دابا هذا إلا كان هاد القضية هذه وصلت لهذا، حنا تنطلبوا أكثر من ذلك، هو تصحيح المنظومة التعليمية كلها، وما تبقاش منظومة تجارية، تكون منظومة تعليمية ونرفعوا بقيمة التعليم العمومي. وحنا مستعدين كآباء وأولياء التلاميذ، رحنا انخرطنا في واحد الاتحادية، أننا نساهموا باللي عندنا، حيت كنا تنخلصوا هذه المؤسسات التعليمية الخاصة، نعطيو داك الشيء اللي كنا تنساهموا به للمؤسسات التعليمية العمومية، ونطلعوا بهذا الانقطاع، ويكون عندنا واحد يد في التسيير ديال هذه المؤسسات. حنا يمكننا نخلصوا الاطور، يمكننا نكونوا الاطور، ما كاين حتى شي مشكل، هي تعطينا المؤسسات ولا تعطينا هي المساعده ديال تكوين الاطور، وحنا مستعدين اننا نخلصوا هذه الاطور ونديروا مدارس تتوازي هذه المدارس الحره. المشكل هو مشكل منظومه تربويه، مشكل الذي فضحته كورونا بوجه الخصوص، وهنا اتوجه من جديد لاقول نحن لا نطلب التضامن من احد، نحن بل نحن من نتضامن مع المؤسسات حسب أهوائنا وحسب رغبتنا وحسب رضانا، والمطلوب هو تأطير علاقة العقد التي أصبحت واضحة، الخدمة الأجر مقابل الخدمة في إطار مبدأ يعني التعلم عن بعد، والتي أبان جميع أو أكد جميع الخبراء أنها يعني مسألة فيها كثير من الانتقاصات، وسوف تلاحظون على أن هذه المسألة أصبحت مؤكدة. لذا في اتحاد يعني اتحاد أولياء أمور مدينة فاس نحن نؤكد على الوقفة والوقفات من أجل يعني كشف مجموعة من المغالطات من أجل إصلاح المنظومة التربوية، وهذا هو ما يهمنا بالأساس. فتحية نضالية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.